يا راحلين يا راحلين يا راحلين يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله. يا الله، أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكسير وتغفر الزلات، وتقول هل من تائب مستغفر أو سائل أقضي له الحاجات. أنا خاطئ، أنا مذنب، أنا عاصي، هو راحم، هو غافر، هو كافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة فلتغلبن أوصافه أوصافي. يفيض الحجاج من عرفات ليبيتوا ليلة مزدلفة، ليلة العيد. مزدلفة تسمى في القرآن المشعر الحرام. هذا المشعر مكان فسيح لا بناء فيه، لا خيام فيه، لا شيء فيه. بات النبي صلى الله عليه وسلم فيه في حجة الوداع، صلى بالناس المغرب والعشاء جمعة أخير، ثم بات هناك صلى الله عليه وسلم حتى برق الفجر. لماذا في هذا المكان الذي ليس فيه شيء؟ تذكرة أخرى أيها المسلم، تذكرة أخرى وأنت تخرج من عرفة، لا تنسى، لا تنسى أن الوقوف طويل في اليوم الآخر. برق الفجر، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر في المشعر الحرام في مزدلفة، ثم أتى المشعر الحرام. اليوم يوجد فيه مسجد كبير، وقف عند هذا المكان. قال جابر: فهلل الله وكبره ووحده ودعا حتى أسفر جدا، يعني حتى اقتربت الشمس أن تشرق. يدعو يدعو، ثم يذهب المسلمون جماعات يوم العيد لكي يفعلوا أول أفعال العيد رمي جمرة العقبة. ليس صلاة العيد، الحجاج لا تجب عليهم صلاة العيد، وإنما أول فعل يفعلونه بعد شروق الشمس رمي الجمار. لنا مع رمي الجمار وقفة مطولة في لقاء آخر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في جمرة العقبة قال الله أكبر ورمى، ثم وقف يخطب في الناس، يعيد نفس الكلمات في عرفة. وهنا أضاف شيئا جديدا، تصور معي المشهد: 100,000 صحابي رموا جمرة العقبة، النبي صلى الله عليه وسلم واقف، بلال عن يمينه، أسامة عن يساره يظللانه من الشمس، وهو يسأل الجموع: أي يوم هذا؟ سكت الصحابة، قالوا: حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، يعني سيغير اسم اليوم، يمكن تشريع جديد. أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. أي بلد هذا؟ سكتوا. أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. أي شهر هذا؟ أليس الشهر الحرام؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فرق لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. خطبة قليلة مركزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد. مرة أخرى حقوق المسلم، حقوق المسلم أخي المسلم من دروس الحج الكبرى. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحر بأبي هو وأمي، قدم للمنحر 100 بدنة، 100 ناقة يريد أن يذبحها النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ المدية ونحر بيده 63 بدنة فقط، إشارة إلى سني عمره صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة، يوم العيد
مليء بالأعمال. من أعظم الأسرار والحكم أن تعرف أن الزحام في يوم العيد شديد. هناك ثلاث لاءات في الحج: لا رفث، لا فسوق، لا جدال. يريد الحج أن يربينا إذا تكاثرت الجموع حولنا وكان الضغط شديدا أن نتعلم أن نتعايش مع بعضنا، أن يحب بعضنا البعض، أن لا يتأفف الإنسان من رجل جنسيته كذا أن تطأه رجله من غير قصد. الحج تربية، تربية للمسلمين أن يتفقوا، أن يجتمعوا، أن تتسع صدورهم بعضهم لبعض. اليوم في دنيانا يهجر المسلم أخاه لخطأ بسيط، يهجره بالمرة، والحج يريد أن يربي فينا هذه الأعمال. الشيطان يئس أن يعبده المصلون، لن نرجع للوثنية، لكن في التحريش بيننا يريد أن يزرع بيننا البغضاء. فالحج يربينا على هذه المعاني العظيمة. يذهب الناس في يوم منى وقد خلعوا ملابسهم ليفيضوا طواف الإفاضة، يطوفوا طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هو أكثر طواف زحمة في الحج كله. أمم من البشر يطوفون في يوم العيد وما بعده، فالزحام شديد. بعض الناس يقول الرجال والنساء مع بعضهم البعض. نعم، هكذا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا سيكون إلى أن تقوم الساعة. أتدري لما؟ إنها حكمة أخرى. الحج يريد أن يقول لنا الرجل والمرأة العلاقة بينهما أنهما جاء ليقيم خلافة الله في الأرض، جاء ليعمر الأرض معا، النساء والرجال، ابتلى الله بعضهم ببعض. فيغض الإنسان البصر عن المرأة، يريدك في الحج أن يذهب هذا الأمر، لا تفكر في النساء تفكيرا آخر، بل هي مثلك جاءت لتعمر الأرض معك. إذا كنت تتأمل هذه المعاني ترى البيت العتيق، قلبك مليء بطلب المغفرة. بالله عليك ستفكر وتقول كيف أغض بصري؟ بالله عليك سيفكر الشباب ويقولون كيف هذه الزحمة؟ إننا في شأن آخر، في شأن آخر أخي المسلم، أختي المسلمة. فكان هذا من الحكم. إذا شهدت هذه الجموع في طواف الإفاضة تذكر كم المسلمون، كثرة كثرة، مليار ونصف المليار أو أكثر. ما بالنا غثاء كغثاء السيل؟ لماذا هذه الجموع في حالة من الضعف وهم في ذيل القافلة؟ وأصبح لا يرى في الركب قومي وإن كانوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. أمم من البشر ما لهم لا يأخذوا الكتاب بقوة. إذا صلحت أنا وصلحت أنت وصلحت أختي المسلمة، رجعنا من الحج بهذه المعاني، هنا سيبدأ الإصلاح، وستكون هذه الكثرة الكاثرة بإذن الله لهم العزة والمنعة بإذن الله تبارك وتعالى. يوم العيد أعماله كثيرة، لكن ما يميزه تتسع صدورنا لإخواننا المسلمين. تنتهي الأعمال الأربعة من الحج والحلق والتقصير ورمي جمرة العقبة والنحر، وبعد ذلك ننزع ملابس الإحرام لنلبس ملابسنا العادية. سنجلس ثلاثة أيام في التشريق في منى، كل جنسية بلباسها الرسمي. انتهى لباس الإحرام، انتهت التلبية، ستبدأ هناك معان أخر من غير لباس إحرام ومن غير تلبية، معان عظيمة لو تدبرناها بإذن الله تبارك وتعالى. ما هذه المعاني؟ لماذا يجلس الحجاج وقد انتهت الأعمال؟ ثلاثة أيام في منى، ثلاثة أيام ليس لهم عمل إلا رمي الجمار بملابسهم العادية، يكبرون، يأكلون، يشربون. ترى ما الحكمة؟ ما الحكمة في منى؟ أقول لك العجب أن منى خمسة أيام من الحج، كل الحج ستة أيام. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مشاعر الحج ستة أيام، من اليوم الثامن يوم التروية والتاسع ويوم العيد وثلاثة أيام بعده. الستة أيام كلها في منى إلا اليوم التاسع. ترى لماذا؟ ما السر في منى؟ في لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى نعرف أسرار منى، ولماذا يجتمع المسلمون كل هذه الأيام في تلك الخيام المتواضعة. أسأل الله أن يكتب الحج لكل مشتاق ومشتاقة إلى البيت العتيق، وصلى الله على عبده ورسوله سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. يا راح
راحلين يا راحلين يا راحلين يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق